تعالوا نروح بقى لتقرير حسام الدين رضا زميلنا، عمل تقرير عن مصنع اسمه مصنع كنوز. مصنع كنوز ده هو مصنع تابع لوزارة السياحة، هو مصنع بيعمل على إنتاج نماذج للآثار بشكل سوفونيرز يعني في كافة العصور، وبيستنسخ الآثار القديمة دي بنماذج طبق الأصل، بينفذها بشكل دقيق جدا 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 عشان تكون هدايا تذكارية لينا إحنا للعاشقين للتاريخ بشكل عام كمصريين أو للسياح. المصنع ده تابع لوزارة السياحة والآثار، يعني مصنع مرخص ومشروع والدولة هي اللي عاملاه، فبالتالي تم تدشينه منذ فترة قصيرة. تعالوا نعرف تفاصيل المصنع ده مع حسام ونرجع تاني لحضراتكم. مصنع كنوز قدر يجمع كل الحضارات دي في مكان واحد. كنوز مصر للنماذج الأثرية هي شركة مصرية 100% أنشئت بالتعاون مع وزارة الآثار. الهدف منها هو استنساخ الآثار المصرية بشكل يليق بالحضارة المصرية. تم إنشاء المصنع وتجهيزه في خلال سنة تقريبا من دلوقتي، يعني احنا الافتتاح الرسمي للمصنع كان في شهر 4/2021. كانت المشكلة قبل كده إن إحنا بتجيلنا المستنسخات الأثرية بتاعتنا من بره مصر من دول تانية مشوهة تماماً. لما ابتدينا المصنع استعنا بالخبرات اللي موجودة في وزارة الآثار، وبعدين ابتدينا نعمل اختبارات لبعض الفنيين والمهندسين وخريجي كليات الآثار والفنون الجميلة التطبيقية. احنا ابتدينا الأول بحوالي 70 عامل ومهندس وإداري، النهاردة احنا بنوصل لحوالي 400 واحد ما بين عامل وفني وإداري ومهندس. بدأنا استنساخ الآثار المصرية لكل العصور، مش بس العصر الفرعوني، لا احنا بنشتغل على استنساخ الآثار المصرية من عصر المصري القديم للعصر اليوناني الروماني، العصر القبطي، العصر الإسلامي، وبيوصل لحد العصر الحديث. ابتدى الإنتاج فعلا في شهر 4/2021، فاحنا بننقي القطع الأثرية اللي ليها قيمة تاريخية وفي نفس الوقت ليها شكل مميز وجميل ومشهور بالنسبة للآثار المصرية. أول خط إنتاج عندنا هو خط المستنسخات اللي هي التماثيل، عندنا خط إنتاج الحلي اللي هو فيه القلادات والإكسسوارات اللي كانت موجودة عند المصري القديم، عندنا خط إنتاج للوحات، عندنا خط إنتاج تاني للأساس الإسلامي. حجم الإنتاج السنوي بيتزايد السنة دي عن السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت كان في حدود حوالي 50,000 قطعة، السنة دي احنا متوقعين إن شاء الله إن احنا نوصل لسبعين أو 75,000. في عدة أماكن للتوزيع، احنا ابتدينا مع الافتتاح، افتتحنا فرع لتوزيع المنتجات بتاعتنا في متحف الحضارة في نفس التوقيت اللي اتفتح فيه المتحف واتعمل فيه موكب المومياوات الملكية، ده كان في شهر 4/2021. ولينا فرع تاني اتفتح في شهر 7 السنة فاتت في المتحف المصري في التحرير، ولينا فرعين في مدينة الأقصر في معبد الكرنك ومعبد الأقصر. احنا يهمنا طبعا ان المنتج بتاعنا يكون مطابق للأثر الأصلي بالظبط، بحيث ان انت يعني لو بصيت على الأثر الأصلي وحطيت جنبه المستنسخ يكون اقرب ما يكون لشكل الأثر الأصلي. الهدف طبعا ان احنا يعني نحافظ على الصناعات اليدويه اللي موجوده في مصر، ان احنا نقدم الاثار المصريه بالشكل الذي يليق بيها، ان احنا ما يبقاش في منتجات قليله الجوده او غير مطابقه للمواصفات جايه من بعض البلاد الاخرى واللي هي تشوه الاثر المصري، ان احنا نفتح فرص عمل للناس، ان احنا نصدر للعالم الاثر المصري بطريقه مشرفه وطريقه. معروفة كده الإيد المصرية بالدقة والجودة، الأعمال اليدوية
احنا مشهورين بيها قوي في العالم، لما بيجي هنا السياح بيحبوا يشتروا الحاجات الهاند ميد المصري في كل الأصعدة، سواء حاجات معمولة زي اللي احنا شايفينها نماذج تماثيل، حاجات مثلا الستات المصرية اللي بتعملها في محافظاتنا المختلفة، أسوان والعريش وسيوة، اللبس حتى ودقته بالخياطة، حتى احنا عندنا هنا بقى معرض تراثنا بيكسر الدنيا، والسياح بيقولوا عايزين يشتروا كل حاجة ليها علاقة بالهاند ميد. حتى لما كنت مثلا أنا فاكرة إنه منتدى شباب العالم كان معروض حاجات من الهاند ميد المصري، كل شباب العالم كانوا جايين حريصين قوي ان هم يشتروا الهاند ميد، فده الحقيقه شيء رائع جدا ان احنا نستثمر ده.